بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائنا الطلاب، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي سنتعرف فيه على طريقة الانضمام لحصص البث المباشر والضوابط التي يجب الالتزام بها أثناء البث. قبل الانضمام للاجتماع يجب تجهيز الكتب والأدوات اللازمة لاستخدامها أثناء البث. يجب الجلوس بأقرب مكان من جهاز الراوتر أو مصدر الإنترنت لكي تضمن عدم انقطاع البث أو الخروج من البث المباشر. يجب اختيار المكان المناسب والجلوس في مكان هادئ بعيداً عن أي ضوضاء لعدم تعطيل شرح الدرس. بالإضافة إلى ضرورة أن يكون الجهاز المستخدم للانضمام للبث مشحوناً بدرجة كافية، سواء كان الهاتف الجوال أو جهاز الكمبيوتر، لكي لا يحدث انقطاع أثناء البث. كما يجب متابعة الإشعار أو التنبيه الذي يصل قبل البث بعدة دقائق، وعند حلول موعد الحصة نقوم بالضغط على كلمة انضمام أو جوين. عند ظهور تلك النافذة نقوم بالضغط على كلمة جوين للانضمام إلى باقي أعضاء الفريق، وستظهر هذه النافذة بالصفحة الرئيسية في المنشورات في فريق الصف. بمجرد الضغط على كلمة Join Now ستظهر أمامنا تلك النافذة، ويمكن أن يكون المايك مفتوحاً إذا سمح المعلم بذلك، ويجب الحفاظ على ترك المايك مغلقاً، وننتظر حتى يأذن المعلم بالمشاركة في خطوات الدرس. الإعدادات الافتراضية للاجتماعات: تكون الكاميرا مغلقة كما بالصورة أمامنا الآن، لكن هناك بعض الاجتماعات أو بعض الحصص يسمح للأعضاء بفتح الكاميرا ومشاركة الصورة، وطبعا حسب سير خطوات الدرس، وأيضا تستخدم في المشاريع البحثية أو الاجتماعات أو المسابقات أو غيرها من الأنشطة. لذلك لا يجب أن نقوم بفتح الكاميرا إلا بإذن أو بطلب من منظم الاجتماع أو معلم الصف. ويجب ارتداء الزي المناسب، خاصة إذا كان هناك علم بإمكانية تشغيل الكاميرا للظهور بمظهر لائق أمام أعضاء الفريق. أثناء الاجتماع يجب عدم الانشغال بالأكل أو الشرب والانتباه جيدا لشرح المعلم. عند الرغبة بالمشاركة في طرح الأسئلة أو الاستفسار حول أحد مفاهيم الدرس أو الإجابة عن الأسئلة التي يطلبها أو يسألها المعلم، يجب الضغط على علامة رفع اليد والانتظار حتى يأذن المعلم بالمشاركة أو الحديث. وأخيراً، إذا لم تتمكن من الحضور في البث المباشر، يمكنك الرجوع لصفحة المنشورات ومشاهدة الفيديو الذي تم تسجيله أثناء البث إذا كان اللقاء مسجلاً. وفي النهاية أشكركم، وإلى لقاء في فيديو آخر، مع خالص تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.